السلام عليكم. بالفيديو الماضي وصلنا لمرحلة اشترينا الشهادة. أثناء ما الشهادة عم تنطبخ بمصانع أبل لبينما تتفعل، لازم نجهز الكمبيوتر تبعنا. طبعا في أدوات مهمة وأساسية لازم نتحملها، فعندك على سبيل المثال أداة اللي هي أداة عثمان للتوقيع، فبتروح على بحط لكم الرابط تبعها تحت لأنه نسيانة صراحة شو اسمها. انتم شايفين هاي أداة عثمان اللي مسويها عثمان المطيري، طبعا من 3 سنين آخر تحديث إلها، ولكن للحين تعمل بدون أي مشاكل. تضغط هون على كلون أو داونلود، بعدين بتساوي لها داونلود أز زيب أو ملف مضغوط حفظ، تنحفظ عندك، تخرج الملف تبعها حطه وين ما كان، حطه مثلا على سطح المكتب. غير الاسم لاسم سهل، فعلى سبيل المثال انا هاي الشهادة حتكون الشهادة الرابعة، ف GX4. حلو، انتم شايفين حطت تحت GX3 وتحت GX2. الاداة الثانية اللي تحتاجها هي iOS App Signer. طبعا انا الحين عم بشرح لكم كيف تحملوهن، عشان حتى لو ما لقيتوا الروابط تحت او كانت الروابط مغيرة تعرف كيف تدور عليها وكيف تطلعها. بس تدخل على الموقع تبعها، تروح بتحمل اخر اصدار، الحين الاصدار هو 1.13.1، احتمال اذا عم تشوف الفيديو بعدين يكون 1.14.15 اللي هو. فبتسوي له داونلود، سيف، انحفظت عندك، فك الضغط عنها، تسحبها على سطح المكتب مثلا. الشيء الثاني اللي تحتاجه هو برنامج الاكس كود. طبعا برنامج الاكس كود برنامج متوفر مجانا لمستخدمين ابل، فبتروح على الاب ستور، تسجل دخول طبعا بحسابك، بعدين بتدور هون بالبحث على اكس كود، تختاره، تساوي له انستول تثبيت وبتثبته عندك. نزل نسخة الاكس كود الريليست او المنتشرة او الموجودة على الاب ستور، ما تحمل نسخة البيتا ابدا. نسخة البيتا اسمها بيتا، فبيكون فيها ممكن بغز، مشاكل. اذا انت بعدك مبتدئ ممكن ما تعرف تحل هدول المشاكل. طبعا بس تنزل الاكس كود، اول شيء بتساوي تفتح الاكس كود، تطلع لك هاي الواجهه، ما بيكون في عندك هذا هون اي شيء. بتروح على اكس كود من فوق، بعدين برفورمانس، بس تدخل هون في عندك خيار اسمه اكاونت، بس تضغط عليه بيطلع لك هذا المكان فاضي، ولكن هون حاليا في عندي شهادات. تضغط على اشاره الزائد، بعدين كونتينيو، وبتحط هون الايميل تبع ابل اي دي. فهي هذا الايميل تبعنا، وين طبعا لسه مش حافظه فالحين سويته، ولكن ترى احتمال استعمله تراها. بتحط الايميل، بتساوي له نيكست، بعدين بتحط الباسورد، بتساوي له نيكست. حيوصلك كود على الموبايل، هي خاصية التحقق بخطوتين. اوكي، اضطريت اخليهم يتصلوا فيني قبل، يتركوا شغلهم ويتصلوا فيني عشان يبعثوا لي الكود. مثل ما شايفين الحين حطيت الايميل والباسورد والكود، انضاف عندي هون بالاكس كود، خلاص بسكرها ما عاد احتاجها. فالحين طبعا لسه ما تفعلت الشهاده، ولكن اذا دخلت على الاكس كود، رحت على كرييت نيو اكس كود بروجكت، single view app
هون بتختار مثلا الشهادة، فاختار مثلا شهادتي هاي اللي هي الشهادة الجديدة. حلو، بسمي الاسم اللي بدي اياه مثلا GX4. حلو، مثل ما شايفين هون طالع لك الاورجانيزيشن نيم، هاي طبعا بتكون كلها فاضيه، فانت بتعبيها. اول واحد بتحط فيه اسم الشركه تبعيتك او اسمك انت او الاسم اللي بدك اياه، تحت اللي هو بيكون البندل او الايدنتيفاير، هون انت بتحطه حسب الموقع اللي انت عنده. فعلى سبيل المثال انا موقعي scar-naruto.com، فهون بيكون الموقع العكسي اللي هو com.scar-naruto، مشان هو يكمل لك اياه على اسم البرنامج تبعك بيكون اسم البندل او الرمز التعريفي او الكود التعريفي تبع هاد الحساب. فخليني اسميها 1-1 لانه GX4 هستعمله بشهادة تانية. طبعا البندل ما لازم يكون موجود عند اشخاص تانيين او بشهادات ثانيين. فالحين انا حطيت هاد البندل، ما احد يقدر يستعمل هاد البندل الا انا نهائيا. تمام، بيكون في عندك طبعا هاي وهاي مساوي عليهم تشيك، فانت شيلهم بعدين سوي له نيكست، وين بدك تحفظ المشروع على الديسكتوب سوي له كرييت، حتطلع لك هاي الرساله سوي لها فيكس، بعدين سكرها، خلاص انحلت المشكله. تمام، مبروك، صار عندك اول مشروع اكس كود. الدرس الجاي حندخل بالشهاده وكيف صايره.